السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أتم صحة وأحسن حال ان شاء الله. يا ريت يا حبايبي لو بتشوفوا القناة لأول مرة تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر اللايك. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض البصارة. البصارة عبارة عن فول مجروش أو فول مدشوش، تمام يا حبايبي؟ ربع كيلو من الفول المدشوش، معايا بصلاية متوسطة، ومعايا خضرة اللي هي الكزبرة الخضراء، تمام. هننزل بالبصل وهننزل بالفول المدشوش. طبعا الفول غسلينه كويس جدا ومصفينه، وهننزل دلوقتي بالخضرة بتاعتنا، ومعايا توم كمان علشان هو دوت هفرمه واعمل طشة للبصارة في الاخر، تمام يا حبايبي. دلوقتي هنرفع المكونات بتاعت البصارة بتاعتنا على النار تستوي، ولما تستوي هنرجع عشان نكمل باقي وصفتنا مع بعض. نتابع مع بعض يا حبايبي. معايا دلوقتي بصل، عشان طبعا ده هنحطه على وش البصارة بتاعتنا لما تخلص بإذن الله. هننزل عليها بشوية من الملح علشان طبعا تنزل المية بتاعتها، لان احنا هنحط عليها دقيق، وعشان الدقيق بتاعها يمسك عليها كويس وما يقعش طبقة الدقيق بتاعتنا. بنقلب البصل بتاعنا كويس جدا كده، وهنسيبه شوية كده، وبعدين هنحط عليه الدقيق بتاعه، تمام. معايا دلوقتي الثوم بتاعي هفرمه عشان هياخد منه، هعمل تتبيلة علشان اعمل طماطم مخللة جنب البصارة بتاعتنا، واخد منه اعمل الطشة بتاعة البصارة. معايا دلوقتي هحط بقى التتبيلة بتاعتي. معايا توم، تمام. معايا فلفل اخضر كنت طحناه وشايلاه في الفريزر، فلفل اخضر كان في الفريزر، طبعا هطلع منه معلقة. معايا ملح، كمية ملح كده مناسبة للطماطم، وتتبيلة، تمام. نص ليمونة كده، خلاص فرمت التتبيلة بتاعتي بقت بالشكل الجميل دوت كده، تمام. البصارة وصلت للمرحلة ديت، دلوقتي هضربها بالهاند بلندر. معايا دلوقتي الزيت بتاعي، هنزل بالثوم عليه. بسم الله. خلاص كده البصارة بتاعتي خلصت، ومعايا التوم بتاعي هنزل بيه، نضيف شوية ملح طبعا على حسب كمية البصارة اللي معانا. معايا شوية كمان من الكمون، الكمون طبعا عشان الحموضة او اي حاجة للناس اللي هي معدتهم بتتعبهم من الفول، تمام. فالبصارة بتبقى جميلة جدا مع الكمون او الفول كمان اللي هو اللي احنا بندمسه او اللي بنشتريه اللي هو الفول المدمس، بيبقى حلو جدا مع الكمون عشان المعدة. معايا دلوقتي البصل بتاعي حطيت عليه دقيق، طبعا انا كنت حاطة عليه ملح، حطيت عليه دقيق دلوقتي خلاص مسك فيه الدقيق معانا اهوت، تمام.
وهنصفيه في مصفى عشان ينزل الدقيق الزيادة اللي عليه، تمام. وهننزله في زيت سخن. هو ده البصل اللي بيستخدموه في المطاعم علشان الكشري المصري بيستخدموه. طبعا هو ده البصل اللي بيبقى ناشف وجميل جدا، ما بيبقاش طري مهما بيقعد، ما يترش خالص. هي دي السر في كده، تمام. معايا دلوقتي الطماطم بتاعتي اللي هعملها مخلل. هنعمل الطماطم بتاعتنا كده، طبعا الطماطم مغسولة. بنقطع الطماطم كده، يعني بنقطعها بنعملها كده بس مش بنقطعها للاخر، تمام. كده كده وكده وكده، تمام. دي بقى نحشيها بالثوم والتتبيلة بتاعتنا اللي احنا عاملينها. الطماطم بتاعتنا اهيت، التتبيلة بتاعتنا التتبيلة بتاعتنا الجميلة اهيت. حط كده طبعا التتبيلة دي عليها ليمون وجميلة جدا، بسم الله ما شاء الله، حاجة كده في منتهى الجمال. بكده الطماطم المخللة بتاعتنا خلصت بالشكل الجميل دوت، والبصل كمان بسم الله ما شاء الله خلص بالشكل الجميل ده. طبعا سامعين الصوت، شايفين شكله ما شاء الله ناشف ازاي ومفهوش زيت، تمام. سامعين القرمشة بتاعته، ده كده مش هيطرى معانا نهائي لما نحطه على وش البصارة. والبصارة بتاعتنا خلاص اهي اتسقعت، بقت بالشكل دوت، تمام. الربع كيلو عمل معايا الطبق ده والطبق الصغير ده. هنحط على وش البصارة بتاعتنا البصل، بسم الله. وكده يا حبايبي البصارة بتاعتنا الجميلة خلصت بالشكل الجميل دوت زي ما احنا شايفين كده. يا ريت لو عجبتكم الطريقه ما تنسونيش في الشير واللايك والسبسكرايب وتفعيل زر التنبيهات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.